فيديو جديد ونهار جديد. اليوم مشيت تقديت، كانت خاصاني بزاف ديال الحوايج في الدار نقصوا ليا، دونك 15 يوم حنايا في الدار ما خرجنا ما والو، غير في الدار يعني كيداتي انتو كاسا. كان نطبقوا النصيحه 100%، كنخرجوا غير نعملوا الزبل كنرجعوا للدار ديالنا. دونك بما ان كان خاصني بزاف المسائل قلت نشارك معكم الصخره ديالي. البنات هاد الصخره اللي غنوريكم دابا راه كلها عقمتها باللانجيت وكندير لهم للكول. انا دايره هنا للكول في هاد القرعه لان عندي فليفلي، كندير كنتشتش على لانجيت وكنمسح كنعقم، لان البرودوي من الداخليه ما مقفيوش، ولكن راه كاع الناس حاداو من برا ما عارفينش المسائل، كلشي غادي بالوانطي، ولكن الله اعلم الوقايه خير من العلاج. دونك مسحتهم كاملين ابار لي ليغوم لي فروي، الخضره والفواكه. راه غادي نعقمها دابا في جافيل اليمونتير ونخليه يرقد مزيان في الماء، ومن بعد نعاود نغسلهم ونخليهم يقطروا. غادي نبدا بالحوايج اللي كيداروا في الثلاجه دغيا دغيا الكونجيلاتور باش ما يدوبوناش. شريت الموتزاريلا من الكامبو، بعض المسائل شريتها من ليدل، بعض المسائل شريتها من ميركادونا، ومسائل اخرى من الكامبو من اوشون، لان كاين بزاف المسائل ما كنلقاهاش في ليدل وميركادونا، وكاينه في الكامبو بحال كيري ما كنلقاش في ليدل وميركادونا. كنمشي مورا حتى الكامبو لان بنتي كيعجبها هذا الفرماج، ما كتاكلش الاخر دي بورسيون كيعجبهاش، كيعجبها غير هذا. وشريت لها هادو دي ميني رولز كيجيو بحال سبيرال ملويين ومزيانين البوتي هكا، يعني مزيانين صحيين. وشريت موتزاريلا، عندي باقي عندي في الثلاجه الفرماج كواترو كيسوس وهذه، وبما انني باغا ندير واحد ميني بيتزاس دونك موتزاريلا كيعجبني في لي بيتزا. شريت الفرماج كما كتشوفوا، انا كل اسبوع كنشري يا اما العلبه ديال الكيلو ولا كنشري تروسو ولا، المهم شريت هذه المره هذا التروسو كيجي فيه 400 غرام 450 غرام، وهذا كيعجبني لان زيرو كارب زيرو سكر هذا، وفيه المواد ديالو غير الفرماج وسميتهم كواخوس. وشريت هذا لي فرماج ديال لي ساندويتش، هذا فيه 400 غرام وهذا فيه 200 غرام وهذا فيه 200 غرام. انا كيعجبني هاد الشيدار في الساندويتش كيعجبني بزاف. وخديت بطبيعه الحال كيسو فريسكو، هذا كيسو فريسكو من نهار جابوه ليدل كنحمق عليه، صحي 100%. البنات كنصحكم به، ما فيهش نسبه السكر عاليه، راه في 100 غرام دائما ترجعوا هنايا في 100 غرام فيه 2.4، يعني النسبه قليله بزاف. شريت هذا الفانيليا، كنشري الفانيليا، وهذا فريز لقيته ناقص الثمن، حيدين له واحد 30 سنت، هذا استغليته حتى هو. شريت هاد لا كريم فريش من الكامبو من اوشون، ما لقيتش الاخرى الناطه الحمراء اللي كنشري انا، ديك عفوا ديال مونطار ما لقيتهاش، لقيت غير هذه الطياب. شريت هادو كميات صغار باش تستعمل وحده وتلح ما يبقاش محلول القوطي كبير. وشريت هادي غادي تصبر حتى 15 ماي، يعني غادي تدوز لينا. دائما دابا في هاد الظروف اللي رحنا فيهم نشريو الحوايج اللي كيصبروا. خديت هاد يوغور ناتورال بالكوكو، غزال البنات غزال وصحي 100%. هانتوما في 100 غرام فيه سكر 2.1، هذا ناتورال يعني السكر طبيعي ديال الحليب. غادي نجربو، كيكون زايد الثمن ولكن غادي نجربو، باينة فيه لا كاليتي رفيعه رفيعه. وهاد لا مارك ديال البرو حنا كنستعملوها بزاف في الصوجا وفي حليب الكوكو وحليب الميندرا، فيهم عندهم هاد لا مارك مزيانه يعني كنعرفها مزيانه. وخديت هاد الناطه هادي حيت الاخرى ما لقيتهاش، هادي ديال المونطار، الاخرين ما كيعجبونيش المكونات ديالهم كيكونوا مخلطين فيهم العجب، دونك خديت هادي لان الاخرى ديالي ديال استوريانا ما لقيتهاش. هادي مسيكه حتى كنت في لاكيس عاد خديتها، هادي من اوشان شريتها حيت انا كنستعمل ديال ليدل البنات، كنشري من ليدل. شريت ثلاثه، كنبغي ندير لاموس، كنبغي ندير حليوات، كنبغي ندير دونك يكون عندنا الفرماج في الدار. دونك خديت ديال اونتار، هذا ديال الدهن، خديت 4، غادي نديرو هنا جانب باش
وشريت منطقيه بيو باش ما نبقاش بلا بيها. هاد لا مارك سيلغان في دانون راه زوينه البنات. مره كنشريه للبنيته ديالي. خديت لها هذا صابور تورون حلو معليش مره في الزمان ماشي مشكل. وخديت هاد يوغوريس غرييغو كنستعملوهم في الفطور مع الشوفان ولي فخويسات كيجي رائع رائع رائع. الناس ديال الحميه الا بغيتو فطور صحي 100% واحد يوغور طبيعي جوج معالق ديال الشوفان نفزقوهم في شويه ديال الماء طايب باش يرطابوا ونديروا اليوغور ونديروا الفروي اللي بغينا ناكلو يا اما بلو بيري يا اما فريسا يا اما نقاصه يا اما تفاحه. الا ما كتاكلوش الفروي ساك ما ديروش ولا كتاكلو واحد الحبيبات. فطور رائع 100%. وبفيدوس طبيعه الحال بنتي كنشري ناتورال ما كنشريش الاخر. والصوجا كل مره دانون صوجا ما يخطاناش ضروري. السريال ديال بنتي كيدوز لها سيمانه ما كتفطرش به دائما. واحد النهار واحد النهار طوسطاده واحد النهار كل نهار والفطور ديالها هذا كيعجبها. هذا زيدون الوحيد اللي كياكلوه الدراري صار ما فيهش يعني مسائل خايبه. الزيتون مازال عندي ولكن خديت هذا بلاطم كيعجبني هذا لان كنقول لكم دائما ما فيهش البلوطاماتو واحد الماده خايبه كضره للجسم. هاد المره شريت لها كيندر سوربريز على النور لانها تتصرف مزيان في الدار كدير الواجبات ديالها في كل صباح ويعني يعني كتساهم بزاف في الدار. يعني كي كنقولوا حنايا ما كديرش البساله بزاف. دونك لا ريكومبونس ديالها شريت لها كيندر. ما كنبغيش نكثر لها من الشوكولات شريت لها كيندر وشريت لها هاد غاييتي تاس سفاري فيهم الشوكولاته هما من تحت هنايا دونك غراتيفي. والشوكولا ديالها ميني هادو. خديت الذره هذه كتجي البنات في العلب لان ما لقيتش تماما ديك الذره حبوب اللي نصاوبها في الدار. وبما اننا هاد الايام مع نتفليك والديزني بلوس رحنا غير مع الافلام اش غادي نقول لكم. العشيه والليل كنتمتعوا بزاف بالافلام والتلفازه ومع بنتي الافلام ديال الدراري الصغار. دونك دائما الكتوفه او الزريعه غادي نوريها لكم. دابا خديت هاد الكيتشوب كناكلو مع بطاطا كناكلو مع خضيره كناكلو. هذا ناقص شويه سكر مشيت كنفتش على داك اللي بدون سكر ساعه ما لقيتوش. وخديت فينيغ لان داك الكول ديال ليمبياسا د ميركادونا ما كاينش مازال عندي قرعه ولكن زدت وحده اخرى غنخلطها مع الماء ونبدا نعقم بها كلشي. نديرو هنا خديت الصابون باش ما نبقاش بلاش. راه اللي عندي في الدار راه واصل لهنايا. دونك خديت هذا ديال مارسي مزيان في ايكونوميك يعني ماشي غالي كيدير شي 3.90 ولا شي حاجه وفيه 46 لافادو. انا ما كنديهاش في يعني في لا كونتيتي ديال هذا. المهم هذا ديال مارسي طبيعي مزيان وكيقضي غرض ديالو. وسوافي سانتي المرطب خديت هذا. انا قلت لكم دائما انا ما عنديش شي ماركه اللي دائما كنخصني نشريها الا ما كانتش هي ما نستعملهاش. انا في التنظيف كنستعمل هادو. وكانوا خاصيني الباستياس ديال لافاخيه خديتهم. هادو ديال ليدل كيعجبوني الثمن مناسب وكيجيو فيهم 40 حبه
وما كتحيدي لا بلاستيك ولا والو، كيجي كلشي فيها، ما تحتاجي تزيدي حتى حاجه لافاخيه. واللافادوره حتى هي راه حليناها لان درت واحد اللافادوره خديتها ديال اللي دلتها، هي مزيان، الثمن ديالها مناسب. نقول لكم شحال كيجي فيها من وحده، كيجي فيها 51، كدير شي 4 اورو شي حاجه. دونك هادو غادي يدوزوا لنا اكثر من شهر. والفواكه الجافه انا خديت الزريعه، كنحط هانتوما مسحتهم بلا الكل، شوفوا لك البلاستيك. خديت هاد اكواصال البنات، راه خديت بزاف، ماشي غير 4 الباكيات، خديت تقريبا شي 8 ولا 10 الباكيات، ولكن باش يبقاو لنا شهر. ماشي غرضي انني غادي نحيد المواد العباد الاخرين، العباد الله الاخرين، ولكن انا ما غاديش نخرج من داري يمكن 15 يوم ولا اكثر. الا خصتنا الخضره والفواكه غادي نخرجوا، الا ما خصتناش ما غاديش نخرجوا. خديت هاد الزريعه ناتورال، كتعجبني في الخبز، كتعجبني طوستي الصباح مع تشيا ديالي، راه كنت وريتها لكم. طبيعة الحال الفواكه الجافة اللوز ديالي كندير به الخبز، وهذا كناكلوه، هذا اناكاردو القرقاع، وهذا سيتا ميكس، كيجي كلشي شويه شويه ولكن ناتورال، انا ما كنشيش ملح، كنشي كلشي ناتورال. ها هو هادو غادي يدوزو لنا تبارك الله، ناكلو بشويه بشويه، الواحد يهز غير كميجه في الصباح وكميجه في العشيه، الله يجعل البركه. وخديت البنات هادي عاد شتها في الكامبو، لينيا نقول لكم اللي فيها، فيها تفاح، اينوخو حبه حلاوه، المينطا هي النعناع، المالفا ما عرفتش شنو هي، وواحد الفلور ساوكو، والرئيس ديال اتشيكوريا بحال واحد النبته اللي هي معوده للقهوه، يعني باش تاكتيفي لوكو. غادي نجربها ونعطيكم الاخبار الا كانت مزيانه ولا لا. خديت لي كابسول ديال القهوه، خديت هذه ديال فاينيا، وخديت هذه ديسكافينارا في العشيه، كتعجبنا نشربوا الضحيكه ديالنا ديال القهوه. ولافين، لافين كنفطروا بها في الصباح، انا لافين اللي كنلقى قدامي كنشري. انا هاد ديجيستيف البنات ديال ليدل كيعجبني، ما يخطانيش من الدار ديالي، شديت خديته. وخديت واحد كواخاده، غادي ندير واحد كواخاده كتعجبني. او كانوا دايرين الاوفر في اكس اكس ال ديال ليدل، خديته دابا جاي رمضان، مسمنات، بويوس، خبز ديال الحليب، خبز ديال الكوك، غادي نحتاجو ما غاديش يضيع. وخديت واحد طويطاس اوميداس، والكاريت ديال الوجه ديالي دائما كنستعمل، كندي واحد من الكاروفور، ولكن ما مشيتش الكاروفور، كيكون فيه كواترو كاباس زوين الوجه، ولكن نقضي بهذا ماشي مشكل. والبنات ليدل فرحت لواحد الحاجه لقيتهم جابوها، هو الكوكو الريادو، طحين الكوك بيو، هانتوما بيو اورغانيك، وكيجي فيه 250 غرام. وشريت هذه البنات لا سالاد، كان باقي لي ساك اخر عاد دابا جبته، شريت هذا، هذه الفلفله مشويه انتيراس، وهذا البيبينو انا كيعجبني مخلل، هذا الخيار مخلل صغيور، حتى هذا ما كيكونش فيه السكر، كنشريه دائما. ودائما خص يكون عندي واحد البوطي كندير به حمص. خديت هاد اوا ميسيلار ليا ديال ليدل، عجبتني ديك المره خديتها عجبتني، دابا خديتها واحده اخرى. وديت واحد كولا زيرو، جوج كوكا كولا زيرو، وخديت هاد تي ليمون زيرو، حتى هو زوين. شريت العسل البنات، شريت العسل كانوا دايرين فيها واحد الاوفخ، وخديتها ماشي اوفخ كبيره ولكن خديتها، ها هي ديال ميل فلوريس، كيجي فيها كيلو الا بغيت ندير بريوات هاد العام ان شاء الله، ولا بقلاوه نديرها. وشريت البنتي كولاكاو اوريجينال، تا شريتو عاد رديت البال بان هذا نورمال ماشي اللي فيه السكر، ولكن فاش مشيت ليزانغغيديون ما لقيتش فيه نسبه عاليه ديال السكر، فيه 9 غرام في 100 غرام، يعني الا خدينا غير معلقه صغيره ما غاديش تكون نسبه كبيره. وزيدون بنتي كتشربوا غير في الصباح ماشي دائما. هذا الكبير، هذا 770 غرام، غادي يدوزها شحال يدوزها صافي. وخديت الزيت باش ما تخطانيش الزيت، خديت هذا اوا كونغاز، حيت الماكينه اللي خديت ديال الغاز تقاد ليا الفلتر، خصني تنمشي نشري الريكامبيو، خديت هادو ديال اوا كونغاز.
وخديت البنات البيض ماشي كامبيرو هذا هذا كرياض بنسوالو خديت 12 غادي ندير واحد بسكوتشو انتغرال للدار كيبغيوه هاد باباس ارتيسانالي عصير بزيت بلدية خديت هادي هاد الفازة مرة مرة ماشي صحي ولكن مرة مرة كيعجبنا هاد هاد ريغانياس كيجيو مع فاش كنديرو الصوبا العشاء وهذا كنأكومبانيوه بهذا اولا بهذا هذا كيحمق نفس الفلاسو هو راه كيجيب اخو بيريخيل زوين البنات كيجي زوين بلاد ديال البنان وغالي البنان اورو 89 ها نتوما 4 1 2 3 4 4 اورو 89 ها نتوما البنات كنشريو البصل الحمراء هذا كان نغسلو ثمن ها نتوما شريتو ب 2 اورو 25 نورمالمون كيكون غالي كيكون شي 3 اورو كيكون 3 30 درهم كتجي فيها قلت كتجي فيها 570 غرام على 600 غرام غادي نغسلو من بعد واحد طبق القرعه حمراء قرعه حمراء اورو 23 هذا خزو غادي نغسلو مزيان نخليه يقطر ومن بعد عاد نديرو في الزويف ونمسحو وخلاص هذا القزبور والمهم
واحد الراس ديال الشلاضه. وهو هذا البنات دابا غادي نغسل هذا الشيء كامل. ولكن راه تقدينا كل شيء. هكذا الصخره هي الصراحه هاد الصخره يعني غادي تدوز، راه ماشي 15 يوم يمكن تدوز اكثر. شنو غادي يخص؟ غادي يخص غير الخضر والفواكه، اما لاليمونطاسيون اش غادي نقول لكم. والمسائل دابا كما كتشوفوا هاد الحاله الطوارئ اللي راحنا فيها، ما يبقاش بنادم كل سيمانه كيخرج ولا كل يومين ثلاث ايام كيخرج يمشي يتقدى كل شيء اللي خاصو في مره ويخليه في الدار ديالو. صافي دابا راه رقدت هذا الشيء كامل هنايا، غادي نحيدو. تعقمتو نحيد الفنان وغادي نعاود نغسلو.
صافي هو هذا البنات نخلي لكم على نخليكم فرحة الله تهلاو في راسكم الله يشفي اي مريض والهلا يورينا باش اي حد من العائله ديالنا والحباب ديالنا هو هذا تهلاو ليا في راسكم مع السلامه.